الحمد لله اليوم درنا الاختتام ديال مهرجان الطفل. هذا المهرجان هو مكون اساسي من المهرجان الدولي للسينما بمدينه تازا، وكيف الفكره هو انه مهرجان تنوع كان في البنيه ديالو، في التصور ديالو ان فكرنا ان نديروا واحد المهرجان ديال الطفل. هذا المهرجان الطفل جاء نظرا لانه كيف قلت عدم وجود قاعات سينمائيه، عدم امكانيه هاد الشباب او هاد الاطفال ما عمرهم ما دخلوا القاعة السينمائية، ما كيعرفوش القاعة السينمائية، ما كيعرفوش الفرجة السينمائية والفضاء ديال السينما، وبالتالي فكرنا أننا نستثمروا في هاد الأطفال على أساس نبداو معاهم التكوين، نعطيوهم الرغبة، نخلقوا عندهم الرغبة أنه من خلال حضور ممثلين، من خلال حضور نجوم، من خلال حضور أهرام للسينما من مثل السينمائي المصري علي بدر خان اللي عطاهم لاول مره كيجلس مع الاطفال كيتكلم لهم على السينما، او فنانين اخرين مغاربه واساتذه اللي اثروهم. وبالتالي الفكره ديال المهرجان اللي اختتم اليوم هو اننا نكونوا واحد الشباب، واحد جمهور ان شاء الله للسنوات القادمه، على اساس انه يكون عندنا جمهور، على اعتبار ان عندنا انتاج وطني ولكن ما عندناش جمهور. اليوم اختتمنا من خلال اولا تكريمات ديال الممثلين ونجوم صغار اللي هما يمكن يحفزوا داك الاطفال على اساس انهم يكونوا بحالهم او يشوفوهم او يشاهدوهم او على الاقل يعطيهم الرغبه انهم يشوفوا السينما ويشوفوا نجوم مغاربه. ومن خلال هذا التكريم كذلك هو اننا بغينا نشجعوا هذوك الممثلين الصغار والاطفال الصغار اللي كيمتهنوا هذه المهنه ديال السينما. انا فرحان بزاف انني شاركت في هذا المهرجان لانه مبادره جميله بزاف اللي كتساهم في ادكاء روح الابداع عن الطفل، ادكاء روح وطنيه عن الطفل لانه كيحس بانه في بلادو كيتنظموا مهرجانات اللي كيهتموا به. وكذلك هي بادره كنتمنى بان تستنسخ في مدن واحده اخرى. وكما قلت بزاف ديال الناس كيقول لي انتم ما كتهتموش بتازا، ما كتصوروش بتازا، قلت لهم انا راه الاعلام بحال المغناطيس، مني كتكون شي حاجه اللي كتجذبنا حنا كيكون بحال دابا شي حدث بحال هذا، راه حنا كنجيو بلا خاطرنا، راه كنجيو كنشوفوا كنسولوا وكنتقصوا الامور. فكنظن بانه مدينه تازا تستاهل بانه يكون عندها مهرجان بهذا المستوى، يهتم بالتنوع ويهتم بالطفل. وكنتمنى ان شاء الله بانه يكونوا مهرجانات اخرين ويكونوا لقاءات ثقافيه ولقاءات رياضيه اللي يجعلوا هذه المدينه تاخذ المكانه اللي كتستحق، لانه من غير المعقول انه وجده يكون عندها وزن وان فاس يكون عندها وزن وان تازا اللي جات بيناتهم يكون عندها واحد الصوره اللي ماشي بحالهم ولا ناقصه عليهم شويه. كنظن بانها تستاهل اهتمام كبير. Thank you.